تم اختراع المنشار لأول مرة لقطع امرأة مفتوحة للولادة حقائق عشوائية لم تكن تعرف عنها. أراهن أنك لن تستطيع حل اللغز في النهاية. تشير الدراسات إلى أن اللون الأزرق هو اللون المفضل لأغلب الناس والأكثر شيوعا بينهم. علق بلونك المفضل ودعونا نرى إذا كان ذلك صحيحا. يمكنك أن تعيش في هذا المنزل مع طعام مجاني وإنترنت، لكن يجب أن تعيش مع ثالث شخص يظهر بعد النقل فوق مشاركة ثم المزيد. أندونيسيا هي أقصر دولة في العالم بمتوسط ارتفاع يبلغ 5 أقدام وبوصتان. علق بعبارة قال والدي ودع لوحة المفاتيح تنهي الجملة. هذا سيكون مضحكا. أراهن أن كل التعليقات على هذا الفيديو سوف تحصل على 0 إعجاب. اليوم على الأرض ليس 24 ساعة، بل إنها في الواقع 23 ساعة و56 دقيقة و4 ثواني. قبل اللغز تابعنا لتعرف حقائق جديدة كل يوم. اللغز كالتالي: ما هو الشيء الذي سوف نراه إذا قطعنا خرطوم الفيل؟